كابتن محمود ولا باشمهندس محمود؟ كابتن سيدات كابتن. اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ ازيك يا مصطفى؟ بسم الله ما شاء الله. انت بتلعب تاني؟ ايوه. انت انا متهيألي انك انت خسيت. وزني ما بينزلش خالص خالص. انت ما بتاكلش ولا ايه؟ لا باكل بس. امال ايه؟ باكل الاكل الصحي. الاكل الصحي. احنا انت كنت بتلعب وزنك قد ايه؟ انا كنت بلعب وزني 74 كيلو. 74 دلوقتي وزنك 76. يعني ما انت زدت 2 كيلو. 2 كيلو سمك وجمبري وكابوري عشان احنا ضميطه. وبناكل الاكل الصحي. طب كويس، ضمننا اكله كويسه والحمد لله. بتمارس رياضه؟ اكيد. تعمل ايه بقى؟ رياضه ايه؟ كره؟ انا مهندس ميكانيكا. وكل شغلي في الجبال وفي المواقع، فبمشي كتير. وبعدين بشتغل بايديا. دي الرياضه اليوميه بتاعتي. لا انا مش رياضه. انا لا بروح النادي، او لما بروح راس البر بعمل جوجينج كده الصبح مثلا نص ساعه ولا حاجه. لا بمارس الرياضه على طول. انت قطعت ليه مره واحده عن الجو الرياضي كله يعني، او الوسط الرياضي بمعنى صح؟ والله يعني دي ترجع بقى لشخصيتي يعني. انا لما اعتزلت كوره بسبب الاصابه كان قلبي حزين. ما كنتش قادر ابص للملعب. انا اعتزلت في عز شبابي 25 سنه. 25 سنه. ف يعني كنت ايامها قبليها واخد بطوله الجمهوريه في ال 100 متر وال 200 متر جري. العاب قوه. لعبت العاب قوه. طبعا. طب كنت بتنافسني بقى؟ لا ما اقدرش ما اجري. ف يعني في سنه من السنين خدت اسرع مهاجم في مصر. عمر عبد الله والجارم والناس اللي هي الجامده دي. سبقتهم في المنتخب يعني. فالحمد لله انقطاعي عن الجو الرياضي كان بسبب مهنتي. لان برضو زي ما حنيت ليها بقى. لا زي ما اثبت وجودي في الكوره. كان لازم اثبت وجودي في الهندسه. خصوصا ان انا شغلتي مهمه جدا، اللي هي بصلح المعدات الثقيله. انا عاوز اصلح ركبي ولا بتاعك. انت معده ثقيله قوي. احنا طبعا سعداء بوجودك معانا. ان انت طلعت على الساحه مره ثانيه ووافقت ان تجينا هنا أخيراً في بيتك النادي الاهلي. وان شاء الله هنقعد بقى معاك ونتكلم، لان انا وانا بقرا السي في كده لقيت في حاجات كثيره قوي. لقيت انت كنت ممكن تطلع تلعب في نادي الزمالك، وكنت ممكن تلعب تكمل في نادي الطيران، انما انت بدات حياتك لعبت كوره شراب وبتاع والكلام ده في الشارع عادي. وراس البر. طيب ما عادي بقى هنحكي، هنقعد ونشرب حاجه كده. وبعد كده هتشوف التقرير، احنا عامل لك حاجه بسيطه كده للمجهود بتاعك اللي انت عملته السنين اللي فاتت لعبت فيها. ونقعد بقى نتكلم ونحكي كل حاجات اللي الناس اول مره تعرف تاريخ محمود عبد الحي من خلال شاشه قناتنا الاهلي المجري. اهلا بيك يا باشمهندس. اتفضل. محمود عبد الحي اسم ربما لا يعرفه الكثيرون من أبناء الجيل الحالي لأنهم لم يشاهدوه، فقد لعب كرة القدم واعتزل قبل ميلاد الكثير منهم. بالطبع محمود عبد الحي ربما لا يوجد في ذاكرة البعض، لكنه أبدا لم ولن يخرج من ذاكرة الأهلي. فالأهلي لا ينسى أبدا أولاده، خصوصا المخلصين وأصحاب البصمة، مهما كان قصر أو طول الفترة التي لعبوها مع الفريق. عبد الحي كان مهاجما موهوبا بالفطرة في فترة السبعينيات، فيه كل مواصفات المهاجم العصري من سرعة ومهارة وحرفنة وتسديد على المرمى وضربات رأس قوية. هو واحد من مهاجمي الأهلي المميزين في جيله في هذه المرحلة. اختار اللعب للأهلي رغم كل الإغراءات التي واجهها للعب لفرق أخرى، وقدم مباريات كبيرة مع الأهلي ما زال أبناء جيله يتذكرونها. الإصابة حرمته من الاستمرار كثيرا في الملاعب، فاتجه للتدريب، لكنه فضل مجاله العملي في الهندسة. عبد الحي نجم كبير في كرة القدم الأهلوية، هيكون معنا الليلة في ضيافة المجري. أهلا بك كابتن محمود عبد الحي على شاشة الأهلي.